بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآية التالية: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اتلموا هو طبيعتهم تبديل، نسوا التوراة بالأداء، خلاوا اللي مش ماديا بما الناس دراوش كما يقولوا العام، دراوش ما يعرفوش يميزوا بين ما قدم لهم هل هو من الله فما كان ما قدم لهم، ولا بقي شيء في المغموتة مستور، لأن بنو إسرائيل ما يكشفوش حتى يقول لك هذه التوراة هي بدلوا وغيروا، وذاك علاش لحقتهم اللعنة وكان المغضوب عليهم. ولا بد بالتفصيل أن أتحدث عن هذه الجريمة الكبرى في حق المولى سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله.